أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر ومن كان مريضاً
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجب تجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله